السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انطلق شوطنا 13، نتابع وإياكم هذا الانطلاق والاندفاع مع سن الحقائق. نتابع هذا الانطلاق وهذه الأسماء المنطلقة. نتابع هنا هذا الانطلاق مع سن الحقائق والمراكز الأولى المتقدمة. نتابع المقدمة والصدارة هناك مع المركز الأول اللي هي خيرة الحمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية على المركز الأول، بينما النقلة على المركز الثاني. المركز الثاني نتابع وعد لصالح بن محمد بن علي الجرحب المري مع المركز الثاني. المركز الثالث ومن تصنع المركز الثالث اللي على المركز الثالث حيلة لعلي بن هادي بن عبد الله البريدي المري مع المركز الثالث. المركز الرابع نتابع القدوم في هذه اللحظات ومن تصنع هنا في هذه اللحظات اللي وصلت يا سلام القصوى لمحمد بن بطي بن محمد الزعبي أيضا هنا مع المركز الرابع. المركز الخامس نتابع القدوم مع خامس المراكز، هناك شومة لسالم بن طالب بن طالب بن عقيل أن مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز الأولى. ونعود إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة. المركز الأول هنا نتابع خيرة على المركز الأول، وهذا الشعار اللي نار على علم هنا شعار بن سنيد. يا سلام بهذا الانطلاق، شعار أيضا هنا في مقدمة الشوط مع خيرة الحمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية على المركز الأول. المركز الثاني ومن تصن القصوى لمحمد بن بطي بن محمد الحسنة المري مع المركز الثاني. المركز الثالث نتابع المركز الثالث في هذه اللحظات اللي وصلتنا وعد لصالح بن محمد بن علي الجرحب مع المركز الثالث. المركز الرابع ومن تصنى هناك نتابع المركز الرابع، وصلت شرف لسالم بن محمد بن طالب بن عقيل على المركز الرابع. هناك أيضا وصول من همة لحمد بن فهيد بن محمد الزبدان المري قادمة على المركز الرابع. المركز الخامس أيضا قدوم من وعد لصالح بن محمد بن علي بن جرحب، وأيضا هنا شوشب لعبد الله بن حمد بن عبد الله الزعبي. يا سلام هذا الشوط، ولكن نعود إلى المقدمة والكيلو المتر الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو اللي ما بعده إلا الناموس. يا سلام الله على هذا التسلل من القصوى، تسللت إلى المقدمة القصوى لمحمد بن بطي الزعبي هنا مع المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني القدوم هنا مع ثاني المراكز ومن تصنى اللي هي شوشب اللي عبد الله بن حمد الزعبي مع المركز الثاني. المركز الثالث نتابع همة لحمد بن فهيد بن محمد الزبدان المري. المركز الرابع اللي قادمه كحال لمحمد بن سعود بن محمد بن شافي الشافي على المركز الرابع. يا السلام، ولكن نعود الى القصوى الله، يا القصوى مع المقدمه مع الصداره. نتابع القصوى، نتابع انطلاقتها امام النهايه. نتابع هنا هذا الانطلاق مع القصوى على المركز الاول لمحمد بن بطي الحسنه، بينما المركز الثاني همه لحمد بن فهيد بن محمد زبدان على المركز الثاني. ولكن القصوى سلام والتحية والاحترام لمالك القصوى. وشوف اللي قادمة، اللي وصلت في هذه اللحظات نتابعها هنا أيضا من تصنى. ولكن اللحظات الأخيرة تهانينا والناموس لمالك القصوى، لمحمد بن بطي بن محمد الحزنة. تهانينا على هذا الفوز. ومن فاجأتنا في الأمتار الأخيرة هناك خود لراشد بن حزام بن راشد بن عبد الله الزعبي المركز الثالث، همة لحمد بن فهيد بن محمد الزبدان المركز الرابع. كحال محمد بن سعود محمد بن شافي الشافي المركز الخامس.
المركز الرابع شوشب لعبد الله بن حمد بن عبد الله الزعبي. المركز الخامس وصلت هناك حال لمحمد بن سعود بن محمد بن شافي الشافي. شاهدتوا معنا هذا الشوط وشاهدتوا معنا الوصول اللي ايضا قدمت العرض الممتاز القصوى وانتزعت ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس تهانينا للزعبي ايضا بن بطي ايضا من حقق ناموس هذا الشوط. نتابع هذا الوصول امام خط النهايه. توقيتها الزمني 4:27 و38 جزء من الثانية. تهانينا لمالك القصوى محمد بن بطي بن محمد الحسنة المري بينما وصلت على المركز الثاني. هنا أيضا خود توقيتها الزمني 4:28 69 جزء من الثانية. تهانينا لمالك خود راشد بن حزام بن راشد بن عبد الله الزعبي. وصلت على المركز الثالث همة توقيتها الزمني 4:29 71 جزء من الثانية. تهانينا لمالك همة حمد بن فهيد بن محمد الزبداني المري.